تبقوا نمبر 1 فاكرين نلف الرابر باك حول صراع راب يا جماعه ذا رابر باك نفس الرابطه بتاعه الاسبوع اللي فات افكركم بيها بسرعه لازم الرابر باك تبقى 4 كيلو متر في الوسط ولا لا يلا قد ايه 1 انش ولازم التيوبز تبقى ميديوم هلف الرابر باك يبقى اكتبوا نمبر 1 راب ذا رابر باك الخطوات دي زي ما متفقين كل اسبوع واحنا مع بعض بنكمل محدش بيقول لك اكتبها انت هتكون عارفها وبتطبقها براكتيكال يبقى 1 راب ذا رابر باك يلا انا عايز نمبر 2 سؤال لو بصيت على ايدك هتلاقي فيها بلط ايدك مش باهتة تماما مش فيها دم انا عايز احرق ايدك من الدم هعمل ايه بص بقى هتعمل كده ask the patient to raise his arm بجد ارفع ايدك يعني انا لفيت الرابر باك اهو على ايده وانا لافف الرابر باك هقول له ارفع ايدك تفتكروا ليه يرفع ايدك عايز البلط اللي في الهند يرجع للهارت الفينوس ريتيرن يبقى هنا ريز ذا ارم طب نرفعه لمده قد ايه؟ في 1 مينت هنرفع دراعه لمده دقيقه لا انا لسه ما قفلتش على حاجه على فكره انا لفيت الرابر باك وخلاص يا جماعه انا الاول لفيت الرابر باك ايده على الترابيزه رفعت ايديه فرجعت الدم اللي في ايده مره ثانيه للهارت تمام؟ اسال سؤال بقى انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز احرق ايده اكتر من الدم اكتبوا رقم 3 increase the pressure in the brachial artery فوق 160 اكتبوا ادي دي الخطوه رقم 3 يعني انا رافع ايده لمده دقيقه رجعت الدم اللي في ايده للهارت واثناء وايده مرفوعه خلي بالكم ايده لسه مرفوعه عملت ايه؟ زودت البريشر عارفين بالضم بالمضخه العاديه ل 160 ايه غلطه الطلبه؟ غلطه وحشه جدا يرفع ايديه وبعد كده ينزل ايده تاني على الترابيزه ويعلي البريشر وانا كده استفدت حاجه؟ ما انت لو نزلت ايده هترجع الدم مره تانيه بالجرافيتي ايديه ولا لا؟ انا عايز احرم ايديه تماما من الدم تماما يعني ارفع ايده ورجع الدم للهارت زائد ارفع البريشر في البريكيال ارتري واقفله لغايه 160 كده انا قفلت الارتري ولا لا؟ قفلت الارتري تماما اللي هو سبلاي الهاند طب يا دكتور بعد ما انت عملت كده هنعمل ايه؟ اكتبوا النقطه الرابعه طب يا جماعه النقطه الرابعه طبعا ما انت تكون قايس وتكون في ناس يقول لك ممكن تقيسه وممكن ناس يقول لك مش شرط ان انت تقيسه. انت ممكن ترفع 160 170 يعني عارف هتقفل الارض بس طبعا الاكل تكون في الاول قايس انا معاك الكلام ده مش غلط بس احنا علشان نقفل الارض لازم تعلي قوي البريشر وتقفل السيستول. يا جماعه صعوبه؟ بصوا بقى اكتبوا الخطوه الرابعه. Lower the arm of the patient. نزل دراعه. اسال سؤال لما انا بنزل دراعه دلوقتي في دم واصل ايده مفيش حاجه واصله ده الدم اللي كان في ايده رجعته من الغلط وكمان قفلت البريك يعني اللي هو سبلاي الهاند يبقى النقطه الرابعه نو ذا ارم اند انكريز ذا بريشر لازم نبدل مع بعض يعني ايه يا دكتور اند انكريز ذا بريشر كلكم عارفين من قياس الضغط لما انت بتنزل دراع العيان مش الزئبق بيتهز ولا لا؟ الميركري بيتهز منك كنت رافعه 160 او 170 بينزل كده 150 مثلا دورك انت ايه كدكتور في الامتحان او بتعمل التجربه على زميلك كل ما الزئبق ينزل من مكانه تزود بالبمب تزوده بالقيمه اللي انت عايزها فيها صعوبه؟ كل ما ينزل الميركري زوده للفاليو اللي انت عايزها، فاهم مش كده؟ طب نفضل لغايه قد ايه؟ اكتبوا مده التجربه 5 minutes، duration 5 minutes. يعني انا نزلت دراعه بعد كده وافضل لمده 5 دقائق الضغط عالي في البريكيال وقافل
داخل الارض. سؤالي بقى، اكتبوا بقى الكويستشنز. خلاص ان شاء الله خلصت التجربه بتاعتي. يا ترى وات از ذا كلر اوف ذا هاند؟ ده اسئله يلا نكتبه بقى. وات از ذا كلر اوف ذا هاند؟ دكتور ها اخر حته احنا نزلنا دراعه على الترابيزه، نزلناها عادي، نزلناها وسبناه لمده 5 ثواني. طبعا وانت معلي البريشر في البريكيال ارتري اكيد مفيش دم واصل لايده. ما هو طبعا هتفضل ايده لونها ايه؟ اكتبوها بيل هاند. بيل بيضة، ايده بيضة بحتة يا جماعة، مفيش دم واصل. بيل هاند. لا مش لدرجة بلوش، بلوش لازم يبقى المدة أطول شوية، يعني التجربة دي ما بتوصلش للبلوش، هتلاقي ايده بيضة. حتى المراجع بيوصفوها اس جوس، عارفين زي كانه شبح، كانه مش بني ادم، يعني انت مش شايف دم اساسا، فبتبقى بين مش لدرجه البلوش اللي الناس عارفينها، لا مش للدرجه دي. السؤال بقى اللي انا عايز اساله وهسمع اسئلتكم، انا دلوقتي ايده بقت بيضة وخلاص والخمس دقائق عدوا، اعمل ايه بعد كده؟ هو اخر خطوه وهسمع اسئلتكم. ريليز ذا بريشر، هفك الرابر باد بسرعه. ريليز ذا بريشر رابيدلي، تفتكروا ايده هتبقى لونها ايه وليه؟ طبعا هتحمر، تحمر قوي. السؤال ليه؟ اكتبوا بقى دي ريد هاند ليه؟ صح زي ما سمعتكم حسن قال فازو دايلاتيشن. سؤالي بقى هو ايه اللي حصل اللي خلى البريكيال ارتري يوسع؟ بصوا بمنتهى البساطه عشان انا كنت قافل البريكيال، ركزوا معايا. البلاد فلو اللي ماشي هنا هنا شبه ما فيش او قليل قوي، كل ما البلاد فلو يقل الويست برودكتس في حد بيتخلص منها ولا بتتجمع؟ بتتجمع. فاكتبوا بقى معايا accumulation of waste products. طبعا الويست برودكتس او الميتابولايتس سواء التسميه دي تحبوها او دي، ما هي تسميه واحده، ويست برودكتس او الميتابولايتس، الاثنين دول بيتجمعوا. حلو، طب مين هم الويست برودكتس اللي انتم تعرفوهم من النظري؟ اكتبوا بقى معايا هيستامين، سي او 2 يلا ها، لاكتيك اسيد، هيدروجين ايون، بوتاسيوم، بروستا جلاندز. دي يا جماعه الحاجات دي تتحفظ صم، دي حفظ صم ما فيهاش هزار، لان الكلام ده بقى ده الشفوي بتاع العمل. يا ابني ايده احمرت ليه؟ اصل حضرتك الميتابولايتس اتجمعت. السؤال اللي وراه مين هم الميتابولايتس؟ سي او 2 ولاكتيك وهيستامين. لازم تقول طبعا السي او 2 اي طالب هيقولها، دي نمبر 1 الاختيار الاول لاي طالب، بس هو عايز يسمع منك الباقي انك عارف في عناوين تانية. ممكن اسال بقى سؤال؟ ركزوا بقى معايا دلوقتي، ايد زميلي احمرت قوي مقارنه بايد التانية، هل بس ايده احمرت ولا في حاجه تانية هلاحظها على ايدي؟ يعني بعد ما فكيت الرابر باك فجاه دي احمرت، الناس كلها مقتنعه بدي، في حاجه تانية هتبان هنا بعد ما فكيت الرابر باك؟ يا جماعه عشان خاطر يقولوا اي حاجه، قولوا قصدك ايه؟ كده يا جماعه حسسوني بالامل في بكره، كل اسبوع والله انا اللي هقول، انا اللي هقول. وعلى فكره اقول لكم على حاجه وبزعل لما الناس تقول، ليه؟ نفسي انا اللي اقول، بس برضه يعني ايه عايزين نعمل حوار. تفتكروا اسالكم سؤال، مين الايد اللي هتبقى اتفه من الثانيه؟ بعد ما تفك الرابر باك فجاه، يا ترى دي اللي احمرت هتبقى مور ورم ولا الايد العاديه؟ اللي احمرت، لان انتم خدتم في بدايه البلاد، ايه فايده البلاد؟ ورمنج اوف تيشوز، اه ولا لا؟ فاكتبوا رقم 2 النوتس اللي هلاحظها في العيان ده مش بس ريد هاند، ورم هاند. هيقول لك السؤال بقى، طب وتعرف منين ان ايده بقت دافيه؟ مش زي يا جماعه عملي، تعرف منين يا ابني ان ايده بقت دافيه؟ احسها ازاي؟ لا ازاي؟ لا بص السؤال بقى الغلس،
هتحس الايد الدافيه دي بالدرزم بتاعك ولا بالبالم بتاعك عليها؟ درزم. لا بالم ولا درزم؟ لا انا عايز حد يختار. درزم يا جماعه. دي ولا دي؟ هتحس دي. لا يا جماعه دي. هتحس دي يا جماعه. هتحس بالدرزم. هتحس دي ليه؟ عارف ليه هتحس دي؟ لان العرق كله مش انا هنا ولا لا؟ انا بحس. هتكتبوا كده فيل ذا وورمنج هاند باي يور دورزم. حط الدورزم بتاع. عارفين كده؟ عارف الشعور ده؟ احط انا الدكتور اهو بحط الدورزم بتاعي. الكلام ده مهم يعني. انا بحط ظهر ايدي على البالم بتاعي. فاهم قصدي؟ بحسه. الكلام ده مش الكتاب العملي عشان محدش يدور. الكلام ده من اسئله الاساتذه اللي موجودين هنا، وانتوا هتكتشفوا الكلام ده لما تمتحنوا عملي. الاسئله انا معاكم كلها سهله، بس في بعض الناس حظها بيقع مع دكاتره صعبين. احنا بنحاول نقول السهل مع الصعب علشان تبقى انت امن نفسك، وممكن في الاخر امتحانك يبقى سهل، بس انت مش عارف انت داخل عند مين، فانت لازم تقول له دي. طب اكتبوا التالتة. في حاجة تالتة بقى، واللي هيعرفها فيكم يبقى جامد قوي. حاجة تالتة هتبان في العيان. نفكر بقى، الإيد دي احمرت صح؟ بقت دافية. التالتة إيه؟ صح. إيه قربت؟ بصلي يا ليه؟ مين البالس؟ البالس يكون فين أقوى؟ هل في الإيد دي ولا التانية؟ بصوا اسالها لكم بمنتهى السهوله. مش انا يا جماعه هنا فكيت الرابر باك بسرعه ولا لا؟ اتجمع هنا ايه؟ ميتابولايتس. الفلو زاد من البريكيال الى الراديال. كل ما الفلو يزيد كل ما البريشر جريدينت يبقى اقوى ولا اضعف؟ كل ما اقوى. مش كل ما في فلو عالي كل ما فرق الضغط يبقى اقوى؟ يبقى البلس تحسه اقوى فين؟ هنا. فانت هتعمل ايه بقى في الامتحان؟ تفاجئ الدكتور انك فيل ذا بالس اوف ذا بيشنت. يعني هاي على ايد زميلي، بصوا مثلا دي اللي كنت حاطط فيها عادي، واجي هنا احس عنده البالس. فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى اكتبه فيل ذا بالس. كل خطوه هتتقال وراها ليه؟ يا ابني انت بتعمل ايه؟ حضرتك بحس البالس. بتحسه ليه؟ اصل الفلو زاد لان الدلتا في زادت. انت فاهمين قصدي؟ لان هو دايما الاساتذه عندنا كانوا بيعملوا السؤال ده، يقول لك في ثلاث حاجات هنلاحظها في هذا العمل. في اي صعوبه في التجربه دي؟ ناقص النقطه الاهم. الناس اللي قاعده في نقطه مضايقاها. في ايه اللي مضايقكم؟ ايه اهميه التجربه دي؟ صح ولا لا؟ دكتور يعني ايه الكلام ده بتاع، معلش مش ابتدائي، ده بتاع كي جي 2 ما يعني يقتنع بحاجه كنت قافل ايديه مش وصل لها دم، فكيت الدم وصل. سوري ايه يا دكتور الهبل اللي انت جاي تقوله النهارده؟ تقول اصل ده في السيولوجي. اكتبوا الابلكيشن عليها هارت. يلا يا جماعه اكتبوا الابلكيشن في الهارت. يعني ايه الابلكيشن في التجربه دي في الهارت؟ يعني انا عايز اقول لك ان انت في جسمك في حاجه تتحرم من الدم لفترة ويرجع لها الدم مرة تانية. ركزوا يا جماعة معايا. إيدي اليمين هي الهارت. هعملها بشكل تخيلي أو تمثيل. تخيلوا ده الهارت. متخيلين عندي الهارت. إيدي الشمال هي الكابيلرز. هو الكابيلرز مش بتدخل في الول أوف ذا هارت ولا لأ؟ الكابيلر هي الشمال داخلة في الول أوف ذا هارت. لما الهارت يعمل سيستول، ها عملت إيه على الكابيلر؟ قفلتها صح؟ طب ودايستول رجعت تتفتح. يعني ايه؟ يعني الكابيلاريز رجعت تاني تبقى اكتف. اكتف يعني تفتح وتشتغل اثناء الدايستول. يبقى ده المثال. يبقى اكتبوا بقى الاكزامبل. كابيلاريز ار كلوزد ديورينج سيستول. ده العادي، ده فيسيولوجيكال مش هنتكلم فيها. ار كلوزد ديورينج سيستول. بين قوسين نوت اكتف. كابيلرز ار نوت اكتف ديورينج سيستول صح؟ ديورينج دايستول كابيلرز ري اوبن.
انتوا معايا؟ يعني ايه؟ يعني انت عارف ان الكابيلرز عارف عامل زي شبكه داخله في الوول اوف الهارت، عارف زي التريبيوتريز مفروع. لما يجي الهارت كوحده واحده من كونتراكشن القوي بيعمل ايه في الكابيلرز دي؟ بيقفل عليها لانها داخله عارف جواه، عارف جوه البرانشز بتاعته. يبقى كده انت عملت ايه في الكابيلرز؟ قللت من نشاطها، انت قفلتها تماما. اثناء الدايستول مش القلب بيملى؟ يبقى الكابيلرز مفيش حاجه ضاغطه عليها، يبقى رجعت تاني تفتح ورجعت تبقى اكتيفيتد. مش ده العنوان بتاعنا ولا لا؟ ري اكتف هاي فلويد. لا ده مثال عام في الجسم، احنا ما قدرناش ناخد المثال بتاع الهارت ونعمله اكسبيرمنت، فاحنا استخدمناه فكره التيشو بتاع الهاند. يعني احنا لما جبنا ايد واحد ورفعناها حبينا نقول خلي بالك في تيشو ممكن يتحرم من الدم ونرجع له البلد. بس ايه الاهميه الاكبر؟ السيستول والدايستول اللي شغاله طول الوقت فيها مثال الرياكتيف هاي بريميا من غير ما تحس. حلو السؤال زي ما انتم. حلو ايه السيجنفكنس ان الكابيلاريز تقفل ديورنج سيستول؟ يعني لا غير دي يا جماعه بابسط ما يمكن. هو اثناء السيستول احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل اللي هو الايجكشن ونخرج الدم لبره. معنى الكلام ده ان الهارت محتاج اكسجين. ما خلاص مش هو خد اللي هو عايزه؟ عايز خلاص يعمل اللي هو الايزوتونيك كونتراكشن. انا محتاج اكسجين اكتر في السيستول ولا في الدايستول؟ في الدايستول. يعني بالظبط انا كل ما املى محتاج بلاد اكتر، محتاج اكسجين اكتر، اي تي بي اكتر عشان استفيد بيه في السيستول اللي جاي. فده اللي انا عايز اقوله. انا في اثناء السيستول انا بنفس يا جماعه، خلاص انا خلاص عايز اعمل ايجكشن، انا خدت اللي انا عايزه اثناء الدايستول. عشان كده الكابيلاريز بتقفل في السيستول خلاص، مش محتاجه تدينا حاجه. في الدايستول لا، تدينا اكسجين، تدينا نيوترينتس، تدينا اللي هي عايزاه. فهمت انا قصدي ايه؟ في السؤال ده. لا علشان في الدوزر بيبقى التمبريتشر بتاع السكين بتاعك بيبقى مور اكيوت. عارف لو انت استخدمت البار بيبقى ممكن في سواتنج، عارف ممكن انت تكون اساسا عرقان وممكن يديلك فولس ميجرمنت، يعني عارف احساس خاطئ، فبتستخدم دايما ضغط ايه؟ يلا يا جماعه الاكسبيرمنت رقم 2 يلا. مش قوي. مش الدرجه دي حسن. بصوا يا جماعه الاكسبيرمنت الثاني، اي حد فاته حاجه في الاولاني ما يقلقش، هعيدها له في الاخر وهتلاقونا بنعيدها بقى الاكسبيرمنت الثاني. هسمع اسئلتكم بس اخلص بس الثاني. بصوا يا جماعه السؤال العادي، ايه الفرق بين اكتف وبين ري اكتف هايبريميا؟ الاجابه في كلمه واحده، اكتف هايبريميا يكتب جنبها ده النورمال. يعني ايه النورمال؟ اني تيشو لما يوصلوا بلاد فلو كتير يبقى اكتف ولا لا؟ يا جماعه ده العادي. ري اكتف يبقى ده اكسبيرمنت انت عملته، انت حرمت من الدم لفتره ورجعته له بعد كده. يلا يا جماعه الاكسبيرمنت التاني. بس قبل ما اجي على الاكسبيرمنت التانية انا عندي سؤال مهم. في الاكسبيرمنت الاولى مش انا سبته 5 دقايق؟ هل يا ترى العيان ده هيحس بين؟ اكسبيرمنت رياكتيف. Does the patient feel pain؟ اه الاجابه لا. البيشنت مش هيحس بين. عارفين يعني ايه تحس بين؟ يعني انا حرمك من الدم وانت بتعمل مجهود. في يعني تعمل مجهود؟ تفتح وتقفل ايدك. هل هو عمل مجهود؟ هو انا قفلت البريميير ونزلت ايده على البنش وسبتها لمده 5 minutes. يا جماعه البين اكتبوا جمله، بين از فيلت اونلي ديورينج تيشو اكتيفيتي. لازم عشان تحس بوجع اجبرك تشتغل تفتح وتقفل ايديك من غير اي بلط. هل التجربه اللي فاتت الاكسبيرمنت اللي انا قلتها قلت لكم ان هو يفتح ويقفل ايده؟ ولا انا قلت لكم لور داون ذا ارم وهسيبه لمده 5 minutes؟
طب امال يا دكتور العيان ده هيحس بايه؟ هيحس بحاجه اسمها نمبس. نمبس او تنجلنج اسمها يعني بالعربي التنميل. هيقول لك يا دكتوره صوابعي منمله، ايديا منمله، عارفين الشعور ده؟ لكن مش لدرجه بين. ركزوا معايا، انا ليه بتك عليها؟ التجربه الثانيه هنجبره انه يحس بين. لو مكتبوا بقى معايا الاكسبيرمنت نمبر 2، نفس فكره الاكسبيرمنت دي مع اختلاف بسيط. اكتبوا بقى اسكيميك بين، اكتبوا عليها the same steps. The same steps is reactive hydrin. نفس الخطوات، تعالوا نسمعها مع بعض. أول حاجة يا جماعة، مش بنلف الرابر باك؟ ما دي هنقولها دلوقتي. ما دي اللي بص يا جماعة، في الاسكيميك بين، اسكيميا معناها إيه أصلاً؟ ديكريس بلاد فلو أو بلاد سبلاي. هنعمل إيه؟ هنلف الرابر باك عادي، وهنرفع ايده لمده دقيقه عشان نرجع الدم مره ثانيه للهارت. هل في اي جديد؟ عادي. اثناء الدقيقه دي كنا بنعمل ايه؟ هنزود البريشر في البريك ارتي فوق ال 160. نفس الخطوات اللي فاتت بالظبط، بعد كده هنزل ايده. اللي فاتت سبت لمده كام؟ هل قلت له اعمل مجهود؟ دي بقى هقول له ايه؟ بص بقى اكتبوا الاختلاف الديفرنس بقى. When lowering down the arm, ask the patient to open and close his hands. هقول له لو سمحت افتح واقفل ايديك. طب دي فرقت في ايه؟ فرقت. ده اسمه تيشو اكتيفيتي ولا لا؟ يا جماعه ده النشاط اللي هو المفروض يعمله. يعني انا هقول له افتح واقفل ايدك. كل ما يعمل مجهود في ايده وانتحرمه من البلد هيحس ببين ولا لا؟ اللي فاتت ليه ما حسش؟ انت سبته باسيف، سبته سلبي. قلت له انا هسيبك على الوضع ده 5 دقايق. يبقى اكتبوا اوبن اند كلوز هيز هاندز. دي يا جماعه الفرق اللي هنعمله. طب بعد يا دكتور ما يفتح ويقفل ايده، ايه اللي هنعمله بعد كده؟ اكتبوا بقى معايا ريكورد ذا تايم اوف بين. يعني ايه ريكورد ذا تايم اوف بين؟ بيكون انا جاي مجهز معايا ساعه، ستوب ووتش، موبايل، ايا كان، اسجل انت هيبتدي يحس بالبين من اول ما فتح وقفل ايديه، صح ولا لا؟ شو فتح وقفل ايده وعمل اكتيفيتي، ريكورد ذا ستارت اوف بين. لازم اسجل البدايه وبعد كده اسجل الماكسيموم بين. في اي صعوبه؟ لغايه دلوقتي الكلام ملوش طعم. ايه اهميه التجربه دي؟ مش احنا هنعملها عمليه عاديه قوي. طب ايه هي اهميتها؟ اكتبوا الامبورتنس. اسال السؤال للطلبه اللي قاعدين دلوقتي، تعرفوا اورجن لو اتحرم من الدم بالسكيلينج تحس بايه؟ مصر ماشي، بس عايز حاجه اقوى. السؤال مين هو الاورجن اللي لو اتحرم من البلد هتحس ببين؟ هارت ولا لنج؟ سمعتوا يا جماعه عن مرض الزبحه؟ يلا بينا بقى نرسمه مع بعض، نتخيله. مرض الانجينا، بصوا على ايه بقى مرض الزبحه؟ ركزوا يا جماعه بقى معايا عشان الموضوع لازم اوضح فيه فكره مهمه قوي. طبعا ادي رسمه الهارت العاديه. كلنا عارفين ان الارتي ده في ارتي مشهور جدا بيروح هنا، اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه كروناري ارتي. وعلى فكره الكروناري هتاخدوه لسه في المحاضرات. خدتوا سيركليشنز ولا لسه؟ هتاخدوا حاجه اسمها الكروناري سيركليشن او الدوره التاجيه، شريان التاجي، اشهر شريان. عايزكم ترسموا لي سلندر كده وتكتبوا ده كروناري وتطلعوا منه برانش رايح للرايت فنتريكل. يا جماعه ده الرايت، ده الرايت فنتريكل وده الليفت. سؤال، الرايت كورونري لما تاخده في المحاضرات فيما بعد هتعرفوا ان الكورونري ده برانش من الاورطه، والاورطه مطلعه 2 كورونري. كورونري مين؟ سبلاي ذا وول اوف ذا رايت فنتريكل. وكورونري شمال
supply the wall of the left ventricle. فانا عايزكم تكتبوا بقى معايا اللي هيحصل. Right coronary artery supply the wall of the right ventricle. اكتبوا دي. The wall of the right ventricle. دي معلومة مهمة. طب ايه يعني يا دكتور بيدي الوول اوف ذا رايت فنتركل؟ هو الرايت فنتركل لما يشتغل بيدي الدم لمين؟ بالمونري ارتري والبالمونري يديها لمين؟ للنمر. مش دي معلومه معروفه؟ دلوقتي النهارده اللي حصل ايه؟ اتسد الكورونري ارتري. خلي اكتبه اوبستراكشن اوف ذا رايت كورونري ارتري. يا جماعه اتسد بقى اوبستراكشن اوف ذيس ارتري. ايه اللي هيحصل؟ يلا يا جماعه كسب. يبقى البلاد اللي رايح للمول قل ولا ما قلش بسرعه؟ قل. يبقى اللي رايح للبلمونري ارتري قل. يبقى اللي رايح لللنج قل. حد عنده اعتراض؟ كان المفروض والمنطق يقول ان العيان ده يحس بوجع في صدره، صح؟ مش اللنج واصل له دم قليل؟ كان المفروض ان ده اللي يحصل. لكن المفاجاه اللي حصلت دي اللي هنتكلم فيها دلوقتي، جالك العيان وقال لك أنا حاسس بوجع في كتفي الشمال، عارفين عند التيب اوف ذا ليفت شولدر. اشمعنى في كتفي الشمال؟ ليكم في الاناتومي أكيد. في حاجة اسمها درماتوم. إيه حكاية الدرماتوم؟ عندنا مكانين بيوصل لهم نيرف سبلاي واحد، اكتبوا بقى اللي حصل إيه. اكتبوا يا جماعة هبليكم اللي أنتوا هتكتبوه بالظبط. The patient هنليكم الكلام حرفيا feels the pain at the tip of the left shoulder، صح؟ اكتبوا بقى بين قوسين هملاكم بالراحه the tip of the left shoulder، the tip of the left shoulder and the chest have the same dermatome. يعني ايه have the same dermatome؟ لو اتأثر الرئه او صدر العيان ده بيتأثر بالتبعيه معاه نفس النيرف اللي رايح فين؟ في التيب اوف ذا ليفت شولدر. مش هو نيرف واحد يا جماعه ولا لا؟ عارفين زي ما بيقولوا بتوع الاناتومي النيرف الاصلي والكولاترال. لو اتأثر الاصلي مش الكولاترال كمان بيتأثر؟ يا جماعه مش هو نيرف واحد ولا لا؟ النيرف ده اتأثر هنا وهنا. اكتبوا بقى الجمله اللي بعدها. بوس درماتومز المكانين دول send information to the brain. both will send information to the brain. يعني ايه information to the brain؟ هيبلغوا البرين عندنا مشكلة. بس اسألكم سؤال، هل هيبلغوا البرين بالمشكلة في اتجاهين مختلفين ولا هيروحوا مع بعض في سكة واحدة؟ صح، لأن هما في الآخر نيرف ايه؟ نيرف واحد. حد معترض على دي؟ يا جماعه مش انا نيرف واحد؟ بس هما في الاخر لا، هما يروحوا مع بعض كمعلومه واحده. في سنه ثانيه هتعرفوا اسمها كونفرجنس. عارف كونفرجنس؟ يعني هما هيلتقوا مع بعض بنفس الموضوع ويبلغوا البرين. لا، في كونفرجنس هيحصل. لما يحصل كونفرجنس او التقاء ما بين الاثنين، هل البرين عارف المشكله جايه منين؟ عارف جايه من التيب اوف ذا ليفت شولدر ولا من التشست؟ البرين ما يعرفش. اكتبوا بقى اللي هيحصل ايه. The brain makes the patient feel the pain in the superficial area. البرين هيخليك تحس بالبين في مكان superficial. فين المكان السوبرفيشال؟ الكتف الشمال ولا الشست؟ الكتف يا جماعه مش ده التيب ده السوبرفيشال اريا مش ده السكين اللي عليه؟ انا حسيت بالبين في الحته السطحيه دي، ما حسيتهاش فين؟ في الديب اريا. حسيتها اسهل عند كتف الشمال. هتسالوا سؤال، طب وليه البرين ما بعتهاش عند التشيست؟ البرين لما يجي يبعت لك سيجنال تحس بوجع في مكان، كل ما المكان ده يبقى مور ديب، البرين هيبعت سيجنالز اكتر ولا لا؟ هيبذل مجهود اكبر، يبقى كونسيوم مور انرجي. متخيلين معايا؟ يبقى ايه الاسهل للبرين؟ قال انا هستسهل وهبعت البين في مكان، بس المكان ده مش هو المكان الاصلي،
عشان كده انتوا قلتوا جمله روعه انا فوتها لغايه ما نوصل دلوقتي. ريفيرد بين كلكم عارفينها ولا لا؟ يعني ايه ريفيرد؟ ريفيرد معناها بين اسفلت اواي فروم ذا اوريجينال بليس. اه ولا لا؟ البين اهو المفروض المشكله في التشست، انت حسيتها فين؟ في الكتف الشمال. في اي صعوبه؟ لا، ما هي ليه كتف الشمال؟ لان الدرماتومز بتاعت منطقه، عارف البكتوراليس والحاجات دي، بيبقى التريبيوتريز بتاعتها اقرب ليها دي عند التيب اوف ذا ليفت شولدر. هي الفكره ايه؟ انت الرايت فنتريكل وزع الدم لللنج، اللنج اتاثرت وتاثر كمان كل التريبيوتريز بتاعتها اللي رايحه ناحيه الليفت شولدر، ما ده اقرب. بص الحته دي كانت كده، فمش لازم تبقى هنا. بس في سؤال انا عايز اساله بقى، اسم المرض ده ايه؟ بتبقى الديزيز. صح، انجينا بيكتس. وهنا بقى يسالك سؤال في الامتحان الشفوي، هم ليه سموها بيكتس؟ عشان فيها البيكتورال ريجن. صح، البيكتورال ميجر، عارفين المايور والحاجات دي اللي هي الصدريه. عشان كده دايما، ودي حاجه على فكره كومن كومبلين وشكوى مهمه جدا، يجي لك عيان او يجي لك عيان في العياده يقول لك يا دكتور كتفي الشمال بيوجعني. على فكره مش كتفي الشمال بس، انتوا عايزين بقى اناتومي صح، مش تيب اوف ذا ليفت شولدر بس، وعند الروت اوف ذا نك، عارفين اللي هو الجزء ده الرقبه، وعند الحته بتاعت السكابيولا اللي هو السكابيولا ريجن، فبياخد كذا حته. طبعا لو راح لدكتور ضايع ويقول له كتفي الشمال بيوجعني وبقى لي 3 اشهر، دكتور يقول له اكيد رطوبه، رطوبه قاعد في الصحراء. مش للدرجه دي، يعني في حاجه غلط. في اي صعوبه في الاسكيميك بين يا جماعه؟ لازم الابلكيشن مهم. لا، اوكلوجن في الكورونري ارتري، بس اللي اتاثر هو التشست. وطبعا ما بانش في التشست، بان هنا. اه التشست قصدي اللنج، المنطقه بتاع التشست. لا، ما هو بيوصل لها برضه. لا، البلمونري بيبقى عامل سام كونتريبيوشن كمان، عارف بيبقى في زي شنط بين الاثنين. لا، البرونكيال، ما في برونكيال سيركيليشن وبلمونري سيركيليشن، لا في اثنين. يا جماعه انتوا مش فاهمين، الكورونري لما اتقفل اثر على المول بتاع الرايت فنتركل. الرايت فنتركل بيدي للبلمونري ارتري اللي رايح للبلمون، هي عمليه كونسيكونس. نقيس وقت البين، ده سؤال جميل. هو ايه الفايده يا جماعه ان احنا نقيس وقت الوجع؟ نقيسه ليه؟ احنا في الاكسبيرمنت اللي فات مش احنا قلنا بنقيس التايم اوف بين؟ يا جماعه الاكسبيرمنت ارفع ايده ونزل وافتح واقفل ايدك العاديه، مش الخنجره. لا، اصل كل المراجع قالت ان مفيش فيكس تايم اوف بين، يعني ممكن انا احس البين بعد دقيقه، ممكن واحد يحسه بعد 3 دقايق، according to your tolerance، حسب تحملك ومش تحملك وبس، وحسب التيشو اكتيفيتي اللي انت بتعمله. يعني انت بتفتح وتقفل ايدك بسرعه قوي، طبعا كل ما تفتح وتقفل بسرعه هتحس بالبين ايه؟ اسرع. كل ما بتبقى ابطا هتحس بيه طبعا بعد وقت. بس الاهميه الاساسيه مش ده كله، احنا عاملينها عشان نقول لك بص سيبك من ده كله، ده في حاجه اسمها انجينا بيكتس. بس احنا طبعا مش ممكن نجيب لك في الامتحان واحد عنده انجينا، فبنعمل التجربه دي. يلا يا جماعه التجربه الثانيه. ايه الابلكيشن الثانيه؟ نعم، الابلكيشن الثانيه دي بقى مش مهمه قوي، حاجه اسمها انترميتنت كلوديكيشن. مش مهم. يعني ايه انترميتنت كلوديكيشن؟ ان انت عارف ممكن عيان يكون ماشي عادي يقول لك يا دكتور انا بمشي 100 متر، في 100 متر عادي، وبعد شويه بلاقي نفس رجلي تعبتني وقفت. هو مين الارتري اللي سبلاي من اللور لمب؟ اصل انت ما خدتش لور، خدت لور؟ فيمورال ارتري. ساعات الفيمورال ارتري يحصل له تمبرري اوكلوجن، يعني عارف يتقفل مؤقتا ويرجع، عارفين بالفايبرينو لايسس، يتفك سترومبس او الجلطه ويرجع تاني البلد يمشي فيه. فحتى بنقولها حتى بالبلدي، العين البلدي يقول لك ايه؟ انا رجلي بتقفش عليا شويه وارجع اكمل تاني، يعني السبازم اللي بيحصل في رجلي مؤقت ولا لا؟
بس انت كطالب في سنه اولى مش مطالب قوي بالحته دي. ليه؟ هي ليها علاقه بالجراحه بتاعه 5 و6. لو قلت انجينا بيكتورس الامتحان حلو قوي، مش هتفرق معايا. يلا يا جماعه اكتبوا بقى، هسمع اسئلتكم بس. يلا التجربه الثالثه، اكسبيرمنت رقم 3. خلي بالكم في التو اكسبيرمنتس اللي فاتوا كنا قافلين مين؟ مره في بين اسمها اسكريك بين وشفنا الخطوات، ومره الاكسبيرمنت ويزاوت بين. التجربه الثالثه هنقطع الكابيلاريز. بصوا بقى هنقطع الكابيلاريز ازاي؟ بصوا يا جماعه ركزوا بقى معايا، عايزين نقطع الكابيلاريز. عشان نقطع الكابيلاريز طبعا اسم الاكسبيرمنت دي كابيلاري فراجيليتي تيست، ودي مهمه قوي. كلمه فراجايل يعني ايه؟ يلا يا جماعه ركزوا معايا، هشه تتقطع بسهوله. اسال سؤال قبل ما نرسم رسمه عبيطه قوي، عشان تقطع الكابيلاريز بالعقل من غير ما نحفظ نعمل ايه في الكابيلاريز؟ ازود فيها البريشر ولا لا؟ مش انت عايز تشوف الكابيلاريز هتستحمل ولا لا؟ هتتقطع بسهوله ولا لا؟ يبقى لازم تعمل ايه؟ تعلي البريشر في الكابيلاريز. فتكتبوا معايا دي، increase the pressure in the capillaries. طب سؤال، وعشان ازود البريشر في الكابيلاريز في العمل اعمل ايه في الارتي والفين؟ ارسموا معايا الرسم عشان تتخيل. اهي ادي يا جماعه الفي الفين الفينري، اعمل ايه في الفين؟ افتح الارتري، ادخل البلط الى الكابيلاريز، احوشه في الكابيلاري واقفل لي الفين. لازم اقفل الفين. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان في الاكسبيرمنت دي انا مش هعلي البريشر ل 160، لانك لو عليتها ل 160 تبقى عملت ايه في الارتري؟ قفلت. ولما تقفل الارتري الموضوع انتهى، خلاص انت قفلت الارتري. ازاي عايز تدخل دم جوه الكابيلاريز؟ ما فيهاش مدخل اخر، فاهم قصدي؟ طب ايه يا دكتور الستبس؟ اكتبوا الستبس. 1 نلف الرابر باك، ما هو انت هتلف الرابر باك هتلف. هنا بقى المره دي مضطرين نرفع ايده لمده دقيقه؟ طبعا لا، لان انا مش عايز ارجع الدم اللي في ايده، مش عايز الكلام ده. مش هنرفع ايده، امال هنعمل ايه؟ هنلف الرابر باك. اكتبوا بقى الخطوه الثانيه، increase the pressure in the bag to occlude the vein. increase the pressure in the bag to obstruct the vein. سؤالي للناس اللي قاعده، هنعلي البريشر لغايه كام عشان نقفل الفين؟ ها؟ برافو، قال صح، قال 50. هنعلي البريشر لغايه 50. طبعا انا قلت له برافو، ما انا عارف ان انا مكتوبه، بس انا كله برافو ليه؟ عشان ارفع من معنوياتك عشان اسالك السؤال اللي بعده. طب واشمعنى 50؟ لا الفين، الفين اخره كام؟ الفين اخره كتير قوي 19. لا لا الفين يا جماعه اخره 35. 35 يا جماعه النورمال فينس بريشر من 20 ل 35 ملم مركبي. ايوه انا لا انا دايما عارف لما اسالك، عارف انا مش قصدي انا معاك ان هو ال 100 بوينت، انا بتكلم ان هو عارف الرينج. عارف زي ما اسالك بنفس فكره البالس كام؟ تقول لي ايه 70؟ صح، بس 70 ده ايه؟ ده افريج. انا عايز الرينج، هو كلامك مش غلط، بس انا عايز اقول من 20 لكام؟ ل 35. اكتبوا يا جماعه الرقم ده. انا ليه بقول لكم الرقم ده؟ ايوه، ما هو المين ده اللي هو الافريج كابيلاري بريشر. ايوه انا ما بتكلمش على المين. 10 35. لا هو انت ليكي رينج، عارفه اي فينس بريشر، اي فين في جسمنا اقل حاجه 20 واعلى حاجه 35. انت عايزه تقفلي الفين تماما، يبقى لازم تعلي على 35. هتقولوا طب ما كان ممكن تبقى 40. لا، احنا عايزين نقفله قوي، يبقى نقفله لغايه كام؟ 50. فاكتبوا بقى، يبقى احنا كده increase the pressure in the bag لغايه 50. حلو،
لما نيجي نرفعه لغايه 50 انت دلوقتي اكبرت الدم يتجمع في الكابيلاري ويضغط على الوول بتاعه. ممكن الوول اوف ذا كابيلاريز تتقطع بمنتهى السهوله. عايز اشوف الكابيلاريز اللي اتقطعت شكلها ايه؟ عددها قد ايه؟ وموجوده فين؟ معقوله تاني؟ عايز اشوف الكابيلاريز اللي ممكن تتقطع في الاكسبيرمنت دي، اقول تاني عددها قد ايه؟ شكلها ايه؟ وموجوده فين؟ قالوا طيب هنعمل فكره سهله. قالوا ايه الفكره؟ قالوا هنرسم دايره حوالين الكيوبيتال فوس، ودي لازم تكتبوها. درو ا سيركل اراوند ذا كيوبيتال فوس. لازم انت اللي هترسمها. بصوا بقى، انا اللي هرسم يا جماعه الدايره بايدي. طبعا كتاب الاسم كاتب كلام الناس لما بتقراه بتتوهم. الكلام كان مكتوب بطريقه اكاديميك شويه. قالوا درو ا سيركل اراوند ذا كيوبيتال فوس ويز اتس ديامتر 5 سنتيمتر. هو انا هجيب برجر وهاجي هنلف وهنعمل؟ لا، دايره صغيره وخلاص. بس السؤال في الامتحان مش كده. هو انت ليه رسمت الدايره حوالين الكيوبيتال فوس؟ لان البنت لا، اشمعنى كيوبيتال فوس؟ صح يا جماعه، الكيوبيتال فوس اكتبوا سوبرفيشال سكين. صح، سوبرفيشال يعني ايه؟ يعني انت علشان تشوف الكابيلاريز وهي بتتقطع اسهل لك تشوفها تحت سكين سن ولا سك؟ يا جماعه سن. الكيوبيتال فوسة الجلد بتاعه رقيق، فاهمين قصدي؟ سهل اشوف من تحته الكابيلاريز اللي ممكن تتقطع. ايوه، اتيز سوبرفيشال. ده سؤال. ها دكتور، معلش بخصوص نقطه البريشر، لو مكتوب في كتاب الاسم البريشر في البينس بيبقى 10 ازاي؟ 25 ولا لا؟ هو بص، هو الرقم اللي قلت لك عليه 20 35 ده الافرج فينس بريشر في الجسم كله. ده ان جنرال. خلاص بيطلع من الكابيلاريز بيبقى 10 وبعدين عمال يخش على الفايتال فينس. لا بص، ده الافرج فينس بريشر. بصوا تعالى يا جماعه نكمل. اسال سؤال بقى، لو الكابيلاريز اتقطعت واحنا بالظبط قدامنا 10 دقائق، ركزوا بس معانا يا جماعه، ده سيكشن الوداعه، ركزوا بقى معانا عشان بعد كده والله ما في سيكشن تاني. الاسبوع الجاي هيبقى كيس برزنتيشن والموضوع هتعملوا كيس مع بعض وخلاص. ركزوا بس معايا عشان نقول النقط دي ونخلصها كويس. دلوقتي الكابيلاريز انا رسمت دايره، هو الدايره اللي انا رسمتها انا استفدت ايه؟ هعد النقط الحمراء اللي جوه الدايره دي. هعد النمبر اوف الريد سبوتس اللي جوه الدايره دي. عايز اسال سؤال بقى، النقط الحمراء اللي انت هتعدها، عارفين النقطه الحمراء دي اسمها ايه؟ بي تي. اسمها بي تي، ودي مهمه قوي. انت هتعد البي تي دي يا جماعه، دي لازم تكون عارف اسم الكلمه دي، ما فيهاش هزار. البيتيكي هي النقط الحمراء. طبعا ما ينفعش ان انت في امتحان عملي اخر السنه وهتقول له اصل البيتيكي هي النقط الحمراء. هي ليها تعريف علمي. حد عارفه؟ البيتيكي تعرفها ايه؟ It is small subcutaneous hemorrhage. Small subcutaneous hemorrhage يعني النزيف تحت الجلد صغير اقل من 2 مليمتر. لازم يا جماعه دي اقل من 2 مليمتر. نقط نزيف صغيره. اسمها بقى كام دقيقه؟ هتفضل 15 دقيقه. 15 دقيقه مده ربع ساعه. بس على فكره في الربع ساعه دول اوعى تفتكر ان زميلك هيحس بوجع، لانك اساسا قافل ايه؟ ده انت قافل فين؟ يعني عمره ما يحس بحاجه. دكتور قال فين؟ هوبا من الاول. الاول ارفع ايديها ولا اعمل فين؟ ايه؟ الاول اكسبيرمنت عمال ارفع ايديها اصحى حضرتك اصحى حضرتك اني فين؟ لا ما هو مش مهم اني فين. المهم ان انت هتقفل هتحط الكف فين يعني؟ هتحط الكف عادي فوق الكم ده فص عادي وهتقفل عند 60 يعني بازيليكوس خارج. يا جماعه احنا
يهمني هنقفل الفين اللي هنا هنلف الرابر باك عادي. بص يا جماعه بقى عشان نخلص الموضوع في سكه تانيه.
ممكن تقول لي فيتامين سي ديفيشنسي يعمل ايه تاني؟ تاني غير انه يزود الفريجيتي؟ ها؟ لا، فيتامين سي. فيتامين سي. لا اسمع بعض. ايه لا مش لا مش قصدي على دي يا حسن، حسن شامي. لا انا عايز اوصلك فيتامين سي لو قال يعمل تاني ايه في العمل بتاع سنه اولى؟ في الاكسبيرمنتس اللي خدتوها في اول سنه. يطول البليدنج تايم. برولونج ذا بليدنج تايم. يبقى فجاه انت بتمتحن كابيلاري، انتوا معايا يا جماعه؟ فراجيلتي وتجربه عاديه دخلك منها على بليدنج تايم وبرولونجيشن، دخلك على النورمال الكام. فالموضوع الناس فاكره ان هو الموضوع وان واي. لا ده انا ممكن ادخلك في السكه اللي انا عايزها. ده فكره للشباب. عايزكم وانتم بتذاكروا لو سمحتوا تدربوا نفسكم عليها. لما تلاقي حاجه مشتركه قريتها في حته قبل كده حط جنبك كلمه نوت، لاحظ ده انا قلت الفيتامين سي قبل كده هناك، عشان لما يجي يسالك انا مجهز له الاجابه بتاعتها. حبيت هقولها لك، ما حبيتش خلاص مش فارقه معايا. يا جماعه في اي مشكله؟ ايه علاقتها بالبليدنج تايم؟ انا لو الفيتامين سي قل هو الكولاجين برضه هيقل اللي في الوول اوف ذا بليتلتس. طب الوول اوف ذا بلاد فيسلز تيجي البليتلتس عايزه تعمل البلاك وتقفل وتعمل هيلينج للجزئين دول. انا مش عارفه لان الكولاجين شيء المفروض تلزق الكولاجين في الفيسل وول، الكولاجين اساسا ضعيف فهتلزق مين في مين، فيفضل الجزء اللي فيه القط لسه موجود. فاهم قصدي؟ كده يا جماعه احنا خلصنا. سؤال في منكم كان بيسال كلوديكيشن بتتكتب ازاي؟ صح؟ الكلمه كلها على بعض. كده يا جماعه احنا خلصنا سيكشن ايه. طبعا هيروح مكانه، بي مكانه، والسي هيتضبط معايا.